اكتر موقف حصل لك في البحر عمرك ما تنساه؟ غرقت مثلا، انقذت حد، حاجه كده؟ انا مواقفي مع البحر كلها غرق، يعني انا ما بعرفش اعوم وبخاف من الميه، فده كان بالنسبه لي الموضوع صعب جدا. ف يعني انا عشان كده انا اي موقف يجمعني بالبحر دايما بينتهي، يعني يا اما بغرق يا اما اقفش في حد واغرقه معايا. الموضوع كان صعب قوي يعني، فبس تمام. يعني عمري ما هنسى ان انا احنا واحنا في الميه لازم نبص دايما على التانك، على الهواء اللي معانا، ولازم لما الهواء يبقى تحت ال50 نطلع عشان نغير تانك وننزل عشان ما يبقاش فيه ريسك. فمره انا وبسمه بنصور مشهد، وهي في المشهد المفروض تبص على الهواء بتاعي ده في المشهد، فراحت هي بصت لقت معايا 5 بدل 50، فراحت عامله بانك، وبسمه بتخاف جدا من تحت الميه فكانت خايفه عليا جدا. فرحنا طلعنا ووصلت كده بموت يعني، بس كده. انا لغايه شهر العسل ما كنتش عارف ان انا بعرف اعوم، فنزلت في في في, في شهر العسل البحر طلعت بعرف اعوم. يا حصل لك موقف عمرك ما هتنسيه؟ غرق، انقذت حد، بتعرف كتير؟ ده كتير يا كتير. انا متهيالي يعني حصل اكتر من مره، بس انا جيت انقذ هما اللي انقذوني. ما بتعرفيش تعومي؟ لا بعرف اعوم، بس هما انقذوني اكتر. انا من كتر ما انا قلقانه انا اللي كنت هغرق، يعني عدينا مكان كان في غرق. انا كانت عمتي معايا في البسين، وكان نفسي انها تنزل الميه، بتخاف يعني، فخدتها خليتها تسند على ظهري كده. اول ما لقيت مفيش طول امد غصب عنها يعني، حد لحقنا على طول. لا وهي اتعلمت دلوقتي العوم، فانا بشكرها من خلال البرنامج انها اتعلمت العوم علشان ما يتكررش تاني. في بقى موقف تفتكريه مع ناهد في البحر يعني، بقى موقف كده عمرك ما هتنسيه؟ لا كمان زمان وهي صغيره ما كانتش تطلع من البحر الا ما الدنيا تضلم، يعني نحاول يلا هنسافر يلا الدنيا هتضل، لا بتستنى لغايه ما تخلص خالص، تبقى اخر واحده تقريبا طالعه من البحر. ودي لغايه دلوقتي فيها، يعني لازم الشمس تنزل في الميه تطلع من البحر. انا بعوم كويس جدا، ما حصلش اي موقف. لا 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 انا بعوم كويس جدا، بس هو طلع ان العوم ملهوش علاقه خالص بالغطس. انا كان بيجي لي بانيك اتاكس، يعني هي دي الحاجه اللي حصلت لي بس برضو ريليتد للفيلم. انا كان بيجي لي بانيك اتاكس، ما كنتش بعرف اغطس خالص، حاولت ما عرفتش، ورحت للدكتور لانه انا كان بيجي لي هيفي بريدنج وكنت مش بعرف. عندي عقد من البحر. ايوه احكي لنا موقف ليكي كده على البحر خوفك كده. اول غطسه اغطسها جماعيه، بمعنى مش انا والمدرب الكابتن بتاعي 1-on-1، قال لما ننزل تحت لو اي حد عنده مشكله يشاور بالفلاش لايت. اول ما نزلت تحت حسيت ان انا بتخنق، وحسيت ان انا مش عارفه اخد نفسي، وبالتالي مش ومتسمره متخشبه مش هعرف اتحرك. فحركت الفلاش لايت ما شافنيش، فابتديت احركه بهستيريا ما شافنيش، فدبيت رجلي وطلعت بسرعه، وده غلط مش صح في الغطس. وقلت لهم انا ما اسفه جدا يا جماعه، دوروا على ممثله تانية. يعني دي حاجه موقف من المواقف العاديه اللي حصلت. انا عمري في حياتي ما غطست قبل كده، ومش من الناس اللي بتحب تغطس خالص، وتعلمت الغطس عشان الفيلم، وكنت بصور في درجه حراره تحت الصفر في الشتاء بره مصر، فده كان بالنسبه لي قاتل يعني.